خير أستاذ أحمد. الحقيقة موضوع الغاز الطبيعي واستخداماته المختلفة موضوع في غاية الأهمية، وأظن أنه إن شاء الله يحمل خير للبلد كلها. دكتور احمد، ايه يعني عايزين النهارده، حضرتك اتكلمت وقلت لما احنا بندخل في هذا المشروع الضخم بيوفر ايه للناس، بيساعد ايه للدوله، بيقلل حاجات كتيره حضرتك اتكلمت عليها بالارقام، عايز الساده المشاهدين كمان يعرفوها من حضرتك. بص، اول حاجه لازم الناس تبقى حاسه انه في وفر داخل لها. اي حد النهارده عنده تاكسي او عنده ميكروباص او عنده اوبر وكريم وحول من بنزين لغاز، ناس وفرت فلوس وفي فلوس دخلت جيبها، وبالتالي ده كل الناس حساها، وكل الناس بتجري النهاردة عشان تحول العربيات بتاعتها من بنزين الى غاز. وده حاجة حصلة، حاجة ممتازة حصلة، والحقيقة وزارة البترول عاملة مجهود كبير جدا في الحتة دي هيت. وزي ما حضرتك شايف في عدد كبير جدا من المحطات بيتعمل داخل المدن في جمهورية مصر العربية كلها. في ثلاث شركات، والثلاث شركات دول هم الثلاثة بيتوسعوا، شركتين حكوميتين وواحد وشركة ثالثة اللي هي ماستر جاز المملوكة لشركة طاقة. فحضرتك النهاردة في أتخيل على الأقل 300 محطة حينشأوا في الثلاث سنين اللي جايين، وال 300 محطة دول حيقدروا يخدموا كل العربيات اللي هتنقل هتحول من بنزين إلى غاز. دي حاجة حصلة والحكومة بتشجعها، وده حصل ليه يا أستاذ أحمد؟ حصل لأنه برنامج الإصلاح الاقتصادي خلى أنه التسعير المظبوط لكل نوع من أنواع الطقس، وبالتالي البنزين ب 8 جنيه الغاز ب 3 جنيه 60. اي حد هيقول لك انا النهارده هحول من بنزين الى غاز عشان اعمل الفرق ده هوت، والفلوس دي هتخش في جيبي كل مره همول العربيه بتاعتي. الحاجتين الجداد النهارده اللي اتعرضوا والناس كتيره بتبص عليها في الفتره اللي جايه هي موضوع تحويل عربيات النقل والنص نقل والربع نقل ونص نقل والنقل جميع الاوتوبيسات. دي حاجه الاوتوبيسات حاصله، لكن الاثنين النقل ده حاجه جديده وفي غايه الاهميه. ممكن تشرحها لنا؟ لو حضرتك شرحتها النهارده وادي شايفين عربيه نقل حضرتك اتكلمت عليها النهارده، اتفضل. مظبوط حضرتك. النهارده لغايه من فتره وجيزه كان كل الناس بتتكلم على تحويل العربيات البنزين